استاذ عبد الله اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام حضرتك استاذ عبد الله اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ فضل ونعمه الحمد لله. حضرتك وفي اولادك وفي عمرك باذن يا الله. رب يا رب يا رب يرضيك ويديك الصحه والستر يا رب يا رب يا رب. انا كنت كلمت حضرتك قبل كده وليا الشرف طبعا، وانا بكلم حضرتك بالنسبه برضو للسلام والامان الاجتماعي. اه واخد بال سعادتك دلوقتي لو انا اتسرق وعارف اللي سرقني اعمل معاه ايه؟ تبلغ عنه. طب عارف تبلغ عنه ليه؟ عارف تبلغ عنه ليه؟ لانه ان كنت انت عارف ان هو سرقك فمعرفتك دي ممكن ما تكونش يقينيه، حتى لو كانت ماشي. يقينيه انت محتاج ادله ومحتاج اثباتات ومحتاج براهين عشان تثبت. مش يعني لو السرقه دي مثلا مش هنقول مثلا مش هنقول ان هي فلوس بس او ان هي ذهب بس او ان هي عقار او اي حاجه، هنقول مثلا ان السرقه دي عمر وحياه وعيشه. يعني انت قصدك ان واحد سرق عمرك يعني استغلك وابتزك مده طويله وخدعك وبعد كده خذلك او بعد كده. الله ينور على حضرتك. وانا برضو مش عاوز اتصرف باي حاجه تاذي عشان في اولاد وفي عيش. اول حاجه انت مش من حقك ان انت تتصرف اي تصرف انتقامي الا اذا تم تقدير هذا الاذى اللي حصل لك دوت من 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 قاضي. فاذا كنت انت مش هترفع امرك للقاضي لان انت ما تقدرش تثبت الضرر اللي وقع عليك دوت او الاذى اللي وقع عليك ده، فانت مش من حقك تنتقم، لكن من حقك اسمعني طيب. انا عارف والله مقدر مشاعرك جدا جدا جدا. الله يرضيك. انا مقدر مشاعر حضرتك ومتعاطف معاك جدا، بس في نفس الوقت انا لازم اقول لك الاحكام الشرعيه. لان في الوقت دوت بتثور نفسيه الانتقام اللي بيقع في الغالب صاحبها في الظلم. فالانتقام صاحبه لازم يقع في الظلم. انت دلوقتي في ثلث المغفره، فانا مش هقول لك، انا بقول لك لو انت قادر تغفر اغفر، لو مش قادر تغفر اوعى تعيش في الانتقام ده. انت عندك لسه بقيه حياتك، اجتهد وما تلتفتش لده. عارف اكتر حاجه ممكن تعاقب فيها، ما احبش فكره لو عايز تعاقب للشخص اللي اذاك واستهلك عمرك، اكتر حاجه تعرف تعمل ايه؟ ان انت ترجع وتقف وتستثمر حياتك وتتقدم. انت مش محتاج ان انت على فكرة ان اي حد اذاك لازم تظل مكرس حياتك كلها عشان تاخد الاذية اللي اذاك منها. رسول الله ما رباش الصحابة على كده، وهم اذوهم في مكة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع وفتح مكة فتحها بكل مودة وبكل لطف وبكل جمال. فانا عايزك بس ما ترميش نفسك في بؤر، ما ترميش نفسك في مستنقع الانتقام، وخاصة أنت بتتكلم عن حاجة مش ممسوكة. وبعدين اللي أنت بتقوله دوت قد يكون بعض الناس لما يجوا يقدروا ده في الدراسات الاجتماعية أو الدراسات النفسية قد يحملوك بعض المسؤولية، أن أنت قبلت أن حد يبتزك أو قبلت أن حد يستهلك أو يسرق منك سنين حياتك. وعشان كده أنا بقولك الصح أن أنت تقبل على الله في رمضان وتشد حيلك وتجتهد وتصلب طولك كده وتتقدم في الحياة. لو انت لسه في دماغك العقاب، هو بيشوفك وانت قاعد بتتقدم في الحياه هيكون ده اكبر عقاب ليه، وانت في نفس الوقت انت عملت بمقتضى ان انت سرت في طريق الله واستمديت قوتك من ربنا سبحانه وتعالى. لكن ان انت عايز تنتقم على ان واحد سرق حياتك كلها، لو قادر ترفع امرك للقاضي اهلا وسهلا، مش قادر يبقى خلاص انت استمر في حياتك. ومش معنى كده ان انت بتكافئه، لا لا لا، الله سبحانه وتعالى لن يضيع هذا، سيوضع في ميزان حسناتك وسيعود عليك بالبركة، وهتشوف الكلام ده لو انت انطلقت في الحياة.